عايزه اكون مشجعه للاهلي. حلو. ايه دليل للتشجيع؟ يعني المفروض اكون بعمل ايه عشان انا كده ابقى مشجعه للاهلي؟ والله ما تعمل شيء غير انك حبك انت مايك كل النادي الاهلي للشعار فقط. احنا نحضر للشعار كامل من كان، يعني ما نحضر عشان لاعب ونحضر عشان رئيس، ونحضر عشان الكيان وعشان الشعار. روح قولوا لي اللي غدر يحسب جمهور انكسر، روح قولوا لي اللي غدر يحسب جمهور انكسر، اهلاوي بنحب موت لو فاز ولا خسر، اهلاوي بنحب موت لو فاز ولا خسر، كذا جد اهلي وبحر، كذا جد اهلي وبحر، يا عالمي فوق حلق فوق ميعادنا دايم القمه. الإخلاص والحب والولاء أكيد أول شيء، وأكيد يعني الروح الرياضية أول شيء، كاتحادي هناك تاريخك رفيع شوي.